سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة. أولا نتقدم بالتعازي لشعب المغرب وشعب ليبيا. الحقيقة أنه الكوارث اللي حصلت من يوم الجمعة الماضي إلى الآن فاجعة كبيرة في البلدين. فقناة الحياة بتتقدم لشعب المغرب وشعب ليبيا بالتعزية والمواساة في كل من فقدوا حبيب وعزيز وكل المتألمين من هذه الكوارث المرعبة. بنصلي من أجلكم وبنسأل الرب أنه يكفي كل احتياج وينقذ ويعين كل المتألمين منكم، ويلم شمل الأسر اللي اتشتتت وتفرقت بسبب هذه الكوارث. إله كل رحمة ومعونة يسوع المسيح هو يرسل ملائكته وتحيط بكم جميعا. هنكمل الحديث في الموضوع ده بعد قليل، لكن كمان في تعزية مهمة جدا من فريق قناة الحياة وأسرة قناة الحياة. بنعزي في وفاة الدكتور أو انتقال الدكتور مفيد إبراهيم سعيد. الدكتور مفيد انتقل، أنا مش عارفة بالضبط إمتى، لكن الخبر سمعناه النهاردة. إحنا بنعزيكم لأنه كان رجل الله ملتزم، محب، خادم، خادم كدكتور، كان بيخدم الناس اللي بيعالجهم، وكان أيضا خادم الرب وخادم الكلمة وخادم إخواته في الكنيسة أيضا. فبنعزيكم في فقد هذا الرجل الحبيب. حبيت بما أن النهاردة الحلقة يمكن متعلقة شوية باللي عايزة أشاركه معاكم، وأنا الصبح بتكلم مع الفريق، فأحد إخواتي في الفريق بيقول لي أنه حضر موقف مهم قوي علمه كتير من الدكتور مفيد إبراهيم سعيد. طبعا الدكتور مفيد دكتور جراح معروف وله مكانة كبيرة في مصر، فكان بيحضر مع أحد أصدقائه كان بيعمل عملية، والدكتور مفيد اللي كان بيقوم بالعملية دي، فخرجت الممرضة بيقولوا لها هل العملية بدأت؟ فقالت لهم لا، الدكتور بيصلي. فقالوا لها يعني ايه الدكتور بيصلي؟ يعني في ايه، حصل حاجة؟ فقالت لهم لا، هو بيصلي قبل كل عملية، هو بيصلي من أجل كل مريض. هذا الرجل كان ملتزم أمام الله أولا، وعارف مسؤوليته الروحية أولا إلى جانب مسؤوليته الطبية. الصلاة دي حاجة شخصية، ولكنها شهادة لله على أمانة رجل الله. بنشكر الرب من أجل حياته، وبنعزيكم جميعا في فقد هذا الرجل الكريم. النهاردة حلقتنا بعنوان بل إنهم يعقلون. في معظم حلقاتنا احنا بنتكلم وبنكشف ليكم عن الامور اللي اتعاملنا معاها احنا في الاسلام وقبلناها من غير ما نفكر ولا نفهم، والحاجات اللي نقلت الينا والحاجات اللي تسلمناها من السابقين. فاحنا بنكشف لكم الكلام ده، واحنا بنتعامل مع الامور دي ونكشفها، انتوا كمان بتتعلموا كتير. فاحنا بنتعرف على حقائق جديدة وبنكشف بطون الكتب الإسلامية علشان تشوفوا ما أخفى الشيطان عن عقولكم وقلوبكم. النهاردة بقى أنا هاخد هعمل نفس الحكاية بس بطريقة مختلفة. فأنا هتكلم عن الناس اللي كشف أمام أعينهم وقلوبهم الأمر، وبدأوا يشوفوا الحقيقة ويواجهوها بصور مختلفة. في منهم مؤمنين وفي منهم مش مؤمنين، ولكنهم فهموا وشافوا حقيقة الإسلام وإزاي بيتعاملوا مع الحياة ومع الإسلام ومع مجتمعهم بصور مختلفة النهاردة على الأرض. عنوان الحلقة بيرد على كاتب القرآن بالدليل على إن
دول ان انا اتكلم عنهم اللي بيقول عنهم القرآن بقى، يعني كتب القرآن بيقول عموما يعني افلا تعقلون، افلا اولا تتفكرون وهكذا. لا، هؤلاء هناك الكثيرون اليوم بيروا حقيقة هذا الدين بكل ممارساته الهمجية واللا إنسانية، وحنشوف تعبيرهم بيتطور إزاي من كتابات على الإنترنت لتعليقات على أحداث للوقوف في مواقف يعني تقف أمام تعليم إسلامي مشهور أو معترف به أو متبع مثلا. لكن قبل ما ندخل في قلب موضوع الحلقة خلينا نقف وقفة مع خبر الأسبوع. طبعا خبر الأسبوع النهاردة هيتركز كله في حال إخواتنا في المغرب وليبيا. احنا نستمر اننا نصلي من أجلكم، لكن احيانا بشعر انه بنشوف كوارث كتير، بنشوف جرائم كتير، بنشوف فيعني يمكن تتبلد مشاعرنا شوية. لكن أنا النهاردة حابة إننا نشوف حقائق على الأرض في ناس حاصل فيهم إيه. زلزال المغرب كان الحقيقة حدث مرعب، حصل يوم الجمعة اللي فاتت، وكان بيقولوا تقريبا 6.8 أو 7 بمقياس ريختر، فكان يعني زلزال قاسي جدا وهنشوف النتائج. خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده من جبال الأطلس. طبعا الـ يعني بنية المغرب فيها المباني، في مباني قديمة وفي مباني حديثة، ولكن الحقيقة انه البلد مش ما كانتش مستعدة لزلزال بهذا القدر والضخامة والقوة. فشايفين ده درون كده صور الصورة قد ايه الدمار اللي حصل في بس منطقة جبال الأطلس دي. ده بس الدرون اللي هنا في الحتة دي، لكن الحقيقة انه كان في قرى بالكامل راحت. تخيلوا الناس اللي عايشين هنا، تخيلوا مدى الألام اللي بيمر بيها الناس اللي كانوا داخل هذه المنازل، اللي معظمهم فقدوا جميعا، أو فضل واحد من عيلة، أو فضل أم وما فيش حد من العيال ولا الزوج، أو فضل طفل وجده. أو يعني القصص اللي بنسمعها الحقيقة يعني بتكسر القلب، حقيقي تكسر القلب. فليه لازم نشوف ده؟ لأننا لازم نصلي، لازم نتعاون في أننا نساعد أهل المغرب وأهل ليبيا الاثنين على نفس المستوى. يعني المغرب هنا فقد فيها أعتقد تقريبا مات حوالي 3000، لكن بيقولوا أن المفقودين والمجروحين مازالوا أكتر كتير. كل إنسان ممكن يعمل حاجة، كل واحد ممكن تتبرع للصليب الأحمر، ممكن تحث بلدك على التدخل والتعامل مع الموقف. يعني اللي عنده أداة يستخدمها، لكن كلنا بنصلي من أجل هذا الشعب. شوف الفيديو اللي بعد كده. الحقيقة أنه طبعا الدمار لا بيسيب إنسان ولا بيسيب حيوان، لكن أنا تأثرت شوية بالفيديو ده، هو طويل، لكن أنا يعني الناس دي بتدفن عيالها وأهليها، يحفر حتة في الأرض ويحط فيها العيل ولا البنت وخلاص، لأنه ده اللي موجود دلوقتي. الملحوظ كان في الفيديو ده، يا ريت لو توطوه شوية، الملحوظ جدا كان عندي أنه أنا مش شايفة أي ناس بيعملوا إعانة في المكان ده. هتشوفوا دلوقتي أنه الستات اللي واقفين بيطبخوا، أولا دي عائلات مش عيلة واحدة، كلهم بقى متجمعين في حتة واحدة، كله بيطبخ مع بعضه وكله قاعد يعني القليل من المعونة اللي جات لهم. الدنيا برد، دول على الجبل، يعني
الست اقصى ما يتمنوه بطانيه بس تغطي العيال، يعني شيء مرعب ومحزن وقد ايه مؤلم اننا نشوف اخوات لينا بيتألموا بالمنظر ده. فانا بصلي يا رب انك انت المعين اللي تضع يدك عليهم واللي تشفي قلوبهم واللي يعني تكفي كل الاحتياجات الروحيه والماديه والنفسيه الان يا رب. انت الملجأ لينا يا رب، وانت مش مصدر الاسى يا رب ولا الالم ولا الدمار، ولكن انت اللي بتجبر القلوب في اسم يسوع. تجبر قلوبهم النهارده وتتراءى في الوسط. صعب جدا انك تشوف واحد واقف بيحفر قبر لطفله هتتحط كده في الارض علشان بس يداروا الجثث. ربنا يعين اخواتنا في المغرب، بنصلي من كل القلب ان الله يعينكم في اللي بتمروا بيه. بعد يومين حصل طيب خليني اخد الاخ زكريا سريعا. سلام المسيح اخ زكريا، اتفضل. بنعزيك في فقد الاخوه في المغرب، نشكر ربنا على سلامتك يا ابني، اتفضل. ابيكم في هذه اقدامنا الأمازيغ. زكريا انا مش سامعاك، الخط بيقطع. لا ما تكلم زكريا، ما تكلمنيش على الامازيغ بس، كلمني عن اللي انتوا بتمروا بيه في منطقتكم. ايوه لانهم هم الذين توفوا، يعني هم كانوا يعيشون في البلاد. فبسأل الشخص يعني حتى التلاميذ، التلاميذ الاساس في دراسه المقبولة اوكي. زكريا انا مش سامعة، الكلام مش واضح بالنسبة لي، بيقطع جدا، لو خليه يتصل تاني. اوكي طيب انا اسفة ما فهمتش ولا كلمة يا ابني، معلش سامحني. اوكي خليني اخد الفيديو اللي بعد كده. طبعا دي ممكن تشيلوا الصوت خالص لو سمحت. اوكي دي الكارثة بقى اللي حصلت في ليبيا. الاعصار دانيال جه والامطار كانت شديدة جدا، والسدود ما كانتش قادرة تتحمل كمية المطر فاتكسرت، والحقيقة تلت درنا تقريبا راح اعداد رهيبة من الناس، بيقولوا يمكن 20,000، انا مش متاكده، لكن في ارقام بتقول انه بعد كده يعني على بال بقى ما البحر يلفظ الناس اللي خدهم ممكن تبقى عشرات الالاف. يا رب احمي هذا البلد، يا رب ارسل متعاطفين على مع البشر اللي زيهم لهذا البلد. يمكن احيانا بحس انه ممكن الناس ما تتعاطفش مثلا مع ليبيا، الغرب ممكن ما يتعاطفش مع ليبيا لانه المواقف السياسية وكده، لكن ده مش وقت انه يكون في مواقف سياسية تمنعنا عن المساعدات، سواء كنا دول عربية ولا دول غربية. بصلي ان الله يرسل اللي يساعد في البناء فتبنى المدينة مرة أخرى، ويعيش الناس في أمان وسلام، ويصلحوا اللي راح. في احتياجات كبيرة جدا، الناس بتدفن في يعني مقابر جماعية لأن الأعداد كبيرة، يقول لك كل شوية البحر يلفظ جثة. ففي صور فيها الحقيقة الجثث يمكن باينة على الشاطئ كده، على حتة مش شاطئ بقى، ده هي يعني الحتة اللي اتقطعت اللي نزلت من يمكن تلت وش البلد درنا دي، والسيول أو الفيضانات اللي حصلت دي حفرت أودية، شالت طرق، شالت مباني، يعني حاجة رهيبة جدا للناس اللي كانوا عايشين ده. انا مش قادرة يعني اتصور اتخيل انه في عائلات بكاملها راحت، و
ناس هيفضلوا طول العمر ده في ذاكرتهم. دي حاجة ما حصلتش من سنين طويلة جدا. عدم تواجد الحكومات، يعني حكومة ليبيا وحكومة المغرب، وعدم قبول المساعدات لأسباب سياسية، ده شيء مزعج جدا، يجب أنه يتغير، لأنه في ناس يمكن أنكم تنقذوها، محدش عارف. أيام تركيا وسوريا قالوا بعد 3 أيام لا خلاص محدش هينقذ الناس، فضلوا ينقذوا الناس لمدة 2 أسبوع. فأنا بصلي أنه يعني ينقذ منكم الكثيرين. مشاهد مرعبة، ده عين إعصار دانيال، ودي بقى المشاهد اللي رعبت الناس، محدش مصدق، مفيش حاجة كانت واقفة قصاد السيول دي. طبعا يعني حصل بعد كده حاجات كتيرة بقى، إيه كل واحد بيدلي بدلوه بقى في موضوع ليه الكوارث حصلت. كي هاخد بقى الـ 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 الشاطر اللي فيهم الكل بقى يقف يسمع له، عبد الله رشدي مش كده النهاردة حط فيديو قال لك بقى إيه، خد بقى الخلاصة في موضوع المغرب وليبيا. فأنا قلت بقى إيه الخلاصة بقى في موضوع المغرب وليبيا ده، هيقول لنا يعني مثلا سر بقى هو ما يعرفوش، القرآن هيدينا سر بقى هو ما يعرفوش، ما حدش هيعرفه إلا هو. أدي الخلاصة، إيه خلاصة الموضوع بالنسبة له؟ راح دخل لنا في قراءة آية يقول لك بقى إيه، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها والناس بقى يعني وتزينت ومش عارف ايه، فيجي بقى الله يقول لهم لا بقى استنى انا حوريكم بقى، انتوا فاكرين انكم هتقعدوا مرتاحين، لا شوفوا بقى انتوا اتغريتوا مش عارف ايه، وانتوا بتعملوا مشاكل وانتوا كده، طب انا حوريكم بقى. يقول لك الناس هترتاح وتقول لك الحياه بقت حلوه واحنا كويسين، ويخطئوا بقى ويعملوا اللي هم عايزينه. وياخد مثل بقى بيقول لك اصل ايام الرسول ما كانش في زلازل، ما حصلش اي كوارث خالص في ايام الرسول. هو ما حصلش كوارث لان الرسول هو كان بيسبب الكوارث كلها، يعني اللي انتوا كنتوا شايفينها غزوات وفتوحات ومش عارف ايه، هو اللي كان سبب فيها، دي كانت كوارث العصر اللي هو فيه، لانه كان بيأذي الناس اللي هو في، يعني نقلب الصوره فنفهم شوي. فقال لك ايه، لما محمد مات جه عمر بقى، ما حصلتش الهزات دي والكوارث دي الا في عهد الخلفاء. ليه بقى؟ لان الناس احدثوا، يعني ايه، عملوا بدعه، غلطوا، خلفوا حاجه عملها الرسول. فعمر بقى قال لهم ايه، قال لهم ما اسرع ما احدثتم، ده انتوا بقى لو ما بطلتوش الدنيا بتتهز حوالين، انتوا السبب وانتوا المسبب في ده، واذا انتوا ما بطلتوش تحدثوا وتغلطوا انا حاسبكم وامشي. الخليفه المسؤول بيقول لهم انا حاسبكم وامشي، وقال يعني دي قداسه، اللي هيسري عليكم مش عليا عشان انا ما بغلطش. وكم من المصائب في حياه عمر، وكم من المصائب في حياه الخلفاء الراشدين، لكن الميزان مقلوب. واحد بيقول للناس ان الفيضانات دي حصلت بيعزيهم، يعني يقول لهم انتوا السبب، انتوا اللي عملتوا الكوارث دي كلها، خطاياكم وده بطش الله بيكم انتوا. ويقول لك بقى ايه، ولذلك ذلك الذي يخوف الله به عباده، قرآن برضو وربنا بيقول لك فوق، ربنا ما بيقولش فوق بالكوارث، الكوارث شيء طبيعي، الارض بتتزلزل من قبل ما يكون في ناس عليها اصلا، دي يعني حاجة في طبيعة الأرض.
طبقات الأرض بتتحرك. الكوارث الطبيعية فيها حاجات إنسانية لنا دخل فيها، وفي حاجات لا، زي السد اللي كان بايظ مثلا، ده عليكم انتوا، انت احنا البشر اللي عملنا كده، مش كده؟ لكن الله لا يعاقب الناس بالكوارث. لكن الكتاب المقدس بيتكلم انه في الأزمنة الأخيرة هيكون في زلازل وفي حروب وكده، لانه يعني في حاجات طبيعية وفي شر، الناس بتتحارب علشان في شر، في نزاع علشان في شر، وده هيزيد لانه البعد عن الله هيزيد. ف زي مثلا يعني دائما هناك جزء للانسان وفي المشاكل اللي بتحصل، مثلا استخدام المبيدات الحشريه والحاجات اللي بتغير طبقات الاوزون مثلا، دي مشكلتنا احنا اللي عملنا كده، مش الله بيعاقبنا بيها، لا، ده نتيجه لعمل احنا عملناه. مش بقول ابدا انه الزلزال اللي حصل ولا الفيضان اللي حصل نتيجه، لا، دي كارثه طبيعيه بتحصل للكل وفي اي حته في الدنيا. بس ان انت يا معلم المسلمين بتقول لهم ان الله عايز يخوفكم ويخلص منكم، انا بخلص منكم على الارض دلوقتي ده، وكمان يقول وحينزل علينا غضب الله هو كده، لعلها رحمه بنا لتخليص الذنوب اللي علينا، بيقول لك كده، لعل انه الزلزال ده والفيضان ده كان رحمه علينا علشان تخليص الذنوب. سؤال، هل في فرق بين البلاد اللي نكبت بالمصايب دي ومصر مثلا؟ البلد اللي انت حضرتك قاعد عليها على كنبه مرتاح وكل حاجه، لو حصل فيها كارثه برضو انت السبب وانتوا السبب، في فرق؟ هل الناس دي ما بتغلطش في البلاد التانية؟ لا، بيغلطوا برضو وكل حاجة، لكن الفرق في منظورك لله. هناك إله يمد يد الرحمة وبابه مفتوح للكل دائما، هذا الإله الذي يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يرجعون، مش يهلكون خالص. فدول بقى المعزين المتعبين، دول المعزين الأشرار اللي ما هماش عارفين شخص الله، بس بيتكلموا بصوت إلههم وبكلمات إلههم. ربنا يبعد عنكم الأفكار الشريرة دي خالص. عايزاكم تعرفوا إن الله محبة، بيمدلك الآن فرصة التوبة والرحمة والباب المفتوح والخلاص ومعرفته اسمه يسوع المسيح. إله القرآن ما عندوش حاجة يقدمها لك إلا الغضب والشر. يعني أسأل سؤال، الحكام الظلمة مثلا اللي في الدول العربية دي، يعني وقت مثلا معلش يعني سامحوني، مثلا مصر كانت مليانة بحكام ظلمة طول عمرها، زهقوا الشعب وتعبوا الشعب وكل حاجة، دول مفيش يعني مفيش غضب يلحقهم مثلا لو كان الله بيتعامل مع كده، مع الناس بهذا الشكل؟ المسيح بيكلمنا عن انه في الزمن اللي احنا فيه ده في العالم هيكون لنا دي ودي كتير، لكن اللي يعيشوا مع المسيح الله بيقول لهم أنا ثقوا، أنا قد غلبت العالم، كل ألامك أنا أقدر أشيلها. حتى لو مريت بالألم، مش معنى كده أن احنا ما بنمرش بألام وكوارث وبيقع علينا أمراض زينا زي الكل، ده حاجة عادية دي بتحصل، لكن في فرق بين أنك تبقى عارف أنك محبوب من الله وأن الله يعينك في وقت الكارثة، وأنك تبقى متوقع أن هذا الإله اللي انت بتتبعه هو اللي مسبب الكارثه عشان انت السبب. ده مش قلب الله ليكم.
كنت بسمع الدكتور أشرف عزمي في الحلقة اللي فاتت لما كان بيتكلم عن تعزيته للمغرب ولليبيا، والحقيقة كانت كلمة ممسوحة وجميلة جدا. لكن افتكرت أيضا أنه يعني أيوة في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي في حاجات مرعبة كتير وألم كتير، لكن الكتاب لما بيتكلم عن عودة المسيح المجيء التاني، تذكرته هو بيتكلم كده انه المجيء التاني ينتظر المؤمنين بشغف، لان الآتي إلهنا، الآتي أبونا، الآتي بيحبنا ما بيخوفناش، لاننا لا نرتعب من فدانا، لانه هو نفسه اللي فدانا، الديان اللي جاي ده في المجيء التاني علشان يعلن ملكه، ده هو نفسه المسيح اللي فدانا وادانا حياة. هناك رجاء في المخلص الرب يسوع المسيح. لو ما كنتش تعرفه النهاردة قدم نفسك ليه وقول له رب عرفني نفسك، وهو يغير حياتك. علشان كده كل المؤمنين النهاردة في انتظار المسيح في الآخر كده، آخر حاجة في الكتاب بنقول إيه؟ مران آثى، أمين تعالى أيها الرب يسوع. هنستمر في الصلاة من أجلكم، ويعني أرجو أنكم تتواصلوا معنا بقصصكم وما يحدث على الأرض حتى نتابع ونعين بما نستطيع أن احنا نقوم به. طيب خلينا نعود بقى لموضوع حلقة النهاردة. هنفصل الفكرة من خلال بعض الأخبار الهامة. الخبر الأول هنا اللي عندي هو خبر لموضوع حظر النقاب وتحديد الحجاب اللي حصل مع من وزارة التربية والتعليم. أقول لك الخبر كده، إنه وزارة التربية والتعليم، نشوف السلايد اللي موجود، بتحظر ارتداء النقاب في المدارس وتسمح بالحجاب بشروط. والشروط دي لازم تكون بقى بموافقة ولي الأمر أو اختيار الطالبة أو بناء على رغبة خاصة للطالبة، ويكون معروف أنه ليس هناك ضغط أو إجبار لأي شخص. طيب الخبر ده مهم لأن في تغيير، في ناس شايفين مشاكل الحجاب والنقاب. يعني الصورة العامة، اتكلمنا قد ايه في السنين الماضية على المدارس اللي بتفرض النقاب والحجاب والإسدال على اللي بيحضروها. يعني في مدارس في مصر الزي الرسمي بتاعها إسدال، سواء بقى كانت مسلمة ولا مسيحية هتغطي شعرها. ده إذا أصلا قبلوا مسيحية في المدارس دي. المشاكل دي سببت يعني قلق كبير في مصر في السنين اللي فاتت، وكان فيها تغييرات. الـ 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 الإخوان والسلفيين يزيدوا، يزيد بقى النقاب والدعوة للحجاب، ويوزعوا الحجاب ببلاش، ويفتحوا مدارس خاصة بيهم، ويديروا المدارس حسب رغباتهم، والمدرسين والمدرسات بقى يلتحوا ويتنقبوا ويضغطوا والكلام ده كله. الغرض بقى من اننا ننظر لده انه في تغيير، ده بقى اللي انا بقول عليه، ان هناك من رأوا وقرروا واختاروا ان هم يقولوا لا ده غلط، مش عايزينه، بنرفضه. فعلا دول بقى ابتدوا يعقلوا. خليني اروح للاستاذ سامح عسكر، وانا اخدت من يعني من تعليقاته هو على موضوع حظر النقاب في المدارس والتاكد من موافقه ولي الامر على حجاب بنته وكده. وبعدين بيقول كده، هقرا لكم الحته دي لانها مهمه شويه. بيقول ان النقاب بالاصل عاده يهوديه قديمه منشاها البابليين القدماء، ثم دخلت التراث بفعل فاعل وتبناها المذهب الحنبلي كملبس اسلامي
الشقة دونا عن بقية المذاهب. قرار وزارة التعليم يراعي جانب معرفة الهوية، وأنه لا حق لطالب بإخفاء هويته، والنقاب أكثر ما يعيبه هو إخفاء الهوية بالتلف. فالحقيقة أنه التعليق بتاعه الناس ابتدت تعلق، في ناس بقى فرحانة بيسألوا، تقول له ايه؟ طب هو الحظر بقى للطلاب بس ولا المدرسات كمان؟ الناس عايزين المدرسات كمان ما يبقوش منقبات. ما فيش حاجة اسمها واحدة تعلم طلبة وشام تغطي، وهنشوف احنا مرينا بده واتكلمنا فيه حلقات وحلقات. بس انا تركيزي على تعليقات الناس، عايزاكم تسمعوا التغيير اللي على الارض. لا، الناس مش عايزة هذه الظلمية. اوكي. الناس بقى واحد بيقول انسان المفروض منع النقاب في المستشفيات والمصالح الحكومية، ده اهم شيء وخصوصا المستشفيات. اوكي. بعدين واحد بيقول خالد اللي اسمه طحون بيقول لقد هرمنا من اجل قرار زي ده. اوكي. وبعدين واحد بيرد الاستاذ سامح بيقول له يعني المهم انهم يصمدوا ما يتراجعوش من ضغوط المتشددين اللي متوقع هيعملوا جنازة الفترة اللي جاي. فلازم الناس اللي زي الناس المستنيرة دي لا تقف وتطالب وتشجع على الاستمرار في تغيير. الناس بتفهم، مش هتقدروا تعيشوا الناس في ظلمية الاسلام دي على طول. اوكي. عمالين بقى التعليقات عقبال بقية المصالح الحكومية، اخفاء الهوية او اخفاء الشخصية، ستار خلف مصائب مع الاحترام للمحترمات وهكذا. لان احنا شفنا تعليقات بقى من هذا النوع كثيرة جدا. وانا يعني سعدت اني اشوف قد كده في تعليقات من ناس موافقة، مش علشان حجب حرية إنسانة عايزة هي نفسها تلبس لبس معين، لكن ده لأنه الدول المعتدلة، البلاد اللي فيها قانون، الشخص الإنسان حريته لا تتعدى على حريات الآخرين. نقابك بيضرني لو أنا مش عارفاكي، أنا مش عارفة أنت ست ولا راجل، مش عارفة انت لو ارتكبتي جريمة مش هقدر اجيب صورتك من على الكاميرا لانك مستخبية. لا، الان ابتدوا المسلمين اللي ما زالوا بيقولوا احنا مسلمين يشوفوا الامور المظلمة في الاسلام. اوكي. يعني الاستاذ بقى عبدالله رشدي، نشوف السلايد اللي بعد كده، بيرد مباشرة على الأستاذ سامح عسكر. أوكي. وعلى في نفس الوقت الناس اللي بتطالب بمنع النقاب في المدرسة. غطاء الوجه زي نساء رسول الله باتفاق كافة المؤرخين وليس شيئا معيبا ولا زيا يهوديا كما يزعم بعض الجهلة بالدين والتاريخ. حضرتك يعني ما عندكش معرفة كاملة، مش هقول لك جاهل عشان احتراما يعني لشخصك، ولكن حضرتك اللي لازم تعرف انه الزواني هم اللي كانوا بيغطوا وجوههم وموجود ذكرهم في الكتاب المقدس في العهد القديم، وكانوا فعلا من اليهود او غير اليهود في الوقت ده مذكور يعني. ولا هو زي يهودي كما يزعم البعض الجهلة بالدين والتاريخ، ونصوص الأئمة في مشروعية غطاء الوجه كثيرة، وكفانا أنه كان مفروضا على أمهات المؤمنين، كان مفروضا على أمهات المؤمنين وكذلك رضاعة الكبير. هقف لحد هنا. أقول هذه الكلمات لمن لا همه ولا شاغل لهم إلا مهاجمة المظاهر الدينية، فتراهم يصفون الحجاب بأنه رجعية والنقاب بأنه عادة يهودية، ويغلقون أفواههم أمام مظاهر الخلاعة والعري فلا تسمع لهم وقتها همسا. مفيش حد من المعتدلين أبدا بيقولك أن الخلاعة والعري مقبول في المجتمعات الشرقية أبدا، ولا في المجتمعات المحترمة ولا في العائلات المحترمة، وإنما ده رعبكم عشان تخوفوا الناس. إذا البنت ما تنقبتش هتتعرى.
خليني اخد مكالمه معايا تارا من السويد. الو. اهلا اخت تارا، يا ريت تسمعيني من التليفون فقط. اوكي. سلام المسيح اختي. سلام ونعمة ليكي اختي، اهلا بيكي. ازيك؟ ان شاء الله كويسه الحمد لله. يا حبيبتي انت منين يا تارا؟ انا بكلمك من السويد. انا بس كان عندي تعليق بالنسبه للفيضان اللي صار بليبيا. ايوه. يعني ما اعرفش، انا اعتقد انه هو انذار من ربنا لاهل ليبيا، لان اللي حصل قبل كم سنه يعني ذبحوا كذا واحد قبطي ومسيحي في yeah. نفس المكان اللي صار. yeah. وبعدين في حاجة تانية كمان، في شخص ليبي متنصر دلوقتي، يعني هم حاكمين عليه بالاعدام علشان هو ارتد، فاسمه ضياء الدين. ايوه كلمنا عليه، عملنا حلقة عليه. ايوه. يعني احنا نريد نصلي له اول شيء، بس يعني انا بقول يمكن اللي حصل لليبيا انذار لاهل ليبيا، يعني الظلم اللي دا يتعرضوا له المسيحيين والمتنصرين. بصي حبيبتي عايزه اقول لك حاجه، احنا يعني انا سمعت الكلام ده كتير بيحصل على الانترنت دلوقتي، وبيقولوا انه هي البلد دي اللي اتقتل فيها ال 19 شهيد مسيحي وكده. يعني لو نفتكر في بداية المسيحية، أنت معايا يا ترى؟ نعم. يعني في البداية قد إيه من المسيحيين الأوائل قتلوا في بأعداد كبيرة جدا، هل الله انتقم من الشعوب دي ولا أصبحوا رسالة لهؤلاء الشعوب؟ يعني النهاردة ربنا بيستخدم الشهداء المسيحيين دول لحد النهاردة، ليهم قصص بتلمس قلوب الناس عن إيمانهم وغفرانهم وصلاتهم من أجل اللي اضطهدوهم. لو نظرنا للمسيح نفسه، أنا بقول رأيي من وجهة نظر اللي أنا شايفاه في الكتاب. المسيح نفسه لما قال اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون، وجي اللي بعده أولاده كلهم عملوا نفس الحكاية. فهذا الإله الله نفسه مش هيكون رده على الناس يعني بهذه القسوة ويقتل الألاف كده. الله عايز الناس تحيا علشان يكون ليهم مجال لمعرفة المسيح. أما عن أخونا العفو أخت أماني بس أنا عاوز أقول حاجة، يعني تفضلي. إنه هو مو انتقام بس إنذار لليبيا، يعني عشان هم ظلموا ناس، فهذا اللي حصل مش انتقام من رب العالمين بس انذار انه عشان يخلوا رحمه في قلوبهم. يعني انا يعني معلش سامحيني، انا عارفه انك تقصدي كده، لكن ساعات احنا بننسى مثلا، يعني معلش سامحيني، شعب ليبيا ده شعب غلبان جدا. يعني هل هم الليبيين اللي قاموا دبحوا المسيحيين؟ لا، دول كانوا من كل حته، دواعش كانوا من كل حته وكانوا من بلاد مختلفة. ف يعني شعب ليبيا شعب غلبان واتظلم طول العمر، طول عمره شعب تحت قيود سياسات يعني ظالمة. ف الإنذار لينا كلنا إنه نتعظ، أيوة، إنه الحياة قصيرة ونحن يجب إننا يعني نسعى للحياة مع الله بشكل أفضل. لكن نظرتي العامة ومفهومي الكتابي إن الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى المعرفة الحق يرجعون. دي حاجة. أنت قلتي النقطة الثانية عن أخونا العابر. لا، مش دي بس الحكم عليه بالإعدام يا تارة. على فكرة في كتير من العابرين اضطهدوا واتسجنوا واتحبسوا في ليبيا، لكن الله النهاردة يجعل دي وهؤلاء أيضا شهادة. انت منين يا تارا؟ اي بلدك ايه الاصلي؟ انا من السويد. بالاصل انا عراقيه. انت عراقيه، اوكي. ربنا يرحم الشعوب اللي بتتعرض لكل ده، سواء كان من داعش يعني بلدك وسوريا
أو من الكوارث الطبيعية، كلنا تحت إيدين ربنا. وشكرا لاتصالك ومشاهدتك حبيبتي. أشكرك كثير لأنك استمعتي لي، أشكرك كثير. أهلا بيكي في أي وقت يا حبيبتي. شكرا، الرب يباركك. شكرا ويباركك حبيبتي. شكرا. طيب لا ايه، انا معلش انا اسفه ان نسيت انا وقفت فين. خدني الرد على رد عبد الله رشدي كان الحقيقه يعني لا يليق، ومدافع بلا فهم. خلينا نشوف السلايد اللي بعد كده، لو زكريا موجود، لو الصوت واضح اخده تاني دقيقه. اتفضل. اهلا زكريا. الله يحفظك. لقد تقدمت هذه الحارة لسكان منطقة أكادير ومراكش الذين توفوا، وكذلك منطقة سارودان يعني والتفروس، يعني الكثير من الناس توفوا وسويت منازلهم بالأرض، خاصة الأمازيغ، لأن هناك 3000 قتيل و 3000 جريح، يعني المنطقة سويت بالأرض، ليس لديهم منازل ولا أكل ولا شراب. يجب أن تتصل بالمنظمات لبناء لهم منازل من البرد قادم. يعني حتى الأرامل الذين توفوا رجالهم، يعني الآن الأرملات جبتنا في الشارع، يعني لا أكل ولا لباس ولا شيء، يعني حالة يرثى لها يا أختي أماني مصطفى. أنا سامع يعني الحقيقة الحالة هناك محزنة جدا، وخصوصا أنه ما فيش معونات كتيرة قادرة توصل لهم في الوقت ده. انت منطقتك كان فيها اتأثرت بالزلزال يا زكريا؟ أيوة، يعني الزلزال وصل حدوده الى كل المغرب، يعني الضباط والدار البيضاء، وسقطت منازل يعني 30 قلبنا لووي، يعني الزلزال الذي دار. وهناك ناس خبراء يقولون ان الزلزال مصطنع، إن هناك لا معلش بلاش بقى النظريات المؤامره دي يا جماعه. خلينا نتكلم في يعني الحاجات المفيده روحيا. بص يا زكريا، انا يعني بشكر ربنا على سلامتك انت وعيلتك، واصلي انه ما يكونش في حد من عيلتك اتاذى، ونكمل صلاه للمغرب. خليني يعني يعني هذه معلومات صحيحه يا اختي اماني مصطفى، يعني هناك شعاع، يعني طيب معلش، وهناك من يقول لأن هجوم الفضائيين يعني سمعت يعني الكلام ده لأن المنطقة تلك المنطقة كانت للأمازيغ، يعني منذ لم يكن نموذج للأمازيغ، يعني كانوا سكانها ولم يدخلها الإسلام إلا من 50 سنة، لأن المساجد لم تدمر. معلش أنا مش فاهمة كل الكلام. شكرا يا زكريا. أوكي طيب، خليني أخذ السلايد اللي بعد كده. المقال ده انا حابه ان انا اقول لكم في بعض النقاط المهمه جدا. المقال ده عنوانه الازهر وحظر النقاب، وتنديد عالمي وصمت محلي وحرب على النقاب من قبل 2011. اوكي، في هقول لكم نقاط سريعة في المقال ده. المقال غالبا اللي كاتبينه خلفيات من خلفية إخوانية، فبيوضحوا فيه الكلام مش غلط على فكرة اللي بيقولوا. طبعا ده الشيخ الأزهر طنطاوي وهو بيشيل النقاب من على وش بنت كانت في إعدادي، ف وقال لهم انه ما ينفعش والنقاب مش فرض والكلام ده كله، وبقت حكايه بقى في الوقت ده. اوكي، خليني اقرا لكم المقدمه بتاعه المقال ده. بيقول كده: ما بين تنديد بحظر النقاب والهجوم عليه عالميا، والصمت عندما يتم حظره من قبل الحكومه المصريه، يتناقض موقف الازهر الشريف في التعامل مع ازمه حظر النقاب. فالازهر الذي كان له مواقف سباقه في الدفاع عن الاسلام ومواجهه ظاهره الاسلاموفوبيا في الشرق والغرب، لم يصدر اي بيان على القرار الحكومي بحظر النقاب في المدارس في سبتمبر الحالي. وبعدين بيقول لك انه الازهر بيندد
بخطر النقاب عالميا أو اضطهاد المنتقبات ويصمت أمام الحكومة المصرية. ده حقيقي بنشوف إن ده بيحصل لما بيكون حاجة بتحصل في العالم. فمثلا يقول لك في 2010 لما الأستاذ جابر نصار منع المدرسات، لا في 2010 كان في قضية أمام الجامعة إنه الطالبات المنتقبات ما يدخلوش بالنقاب لأنهم كانوا بيبدلوا وما بيبقوش عارفين شخصية المنتقبات، والمحكمة حكمت بده. الدكتور جابر نصار كان في 2016 أوكي، فقال إنه يحظر النقاب لأعضاء التدريس، عملنا عليها حلقات وكانت حكاية وقامت الدنيا ما قعدتش، لكن كان عنده حق. أعضاء التدريس في كليات الطب والمدارس التمريض كل دول مغطين وجوههم، والطلبة يعني مش قادرين يشوفوا الناس دي بتعلمهم إيه أصلا. وابتدوا يا إما إنه الست تقلع النقاب المدرسة أو إنهم يخرجوا بره طاقم التدريس، وكسب القضية فعلا. أوكي. في 2022 كان في جرائم اعتداء على المنتقبات في إيطاليا. أوكي. فالأزهر أصدر بيان يندد فيه بجرائم الكراهية ضد المنتقبات، وإن ده يعني بيمنع حريتهم الدينية ويأثر على مش عارف إيه، وقام بقى يعني الأزهر بحملة على إيطاليا إنه إزاي أنتوا بتهاجموا المنتقبات. 2019 أما في هولندا كان في برضو مواقف ضد النقاب ومحاولات منع النقاب، فالأزهر ابتدى يتكلم على اليميني المتطرف جيرت فيلدرز and إنه إزاي ده بيتعارض مع حرية المرأة إنها تلبس اللي هي عايز تلبسه بما فيه النقاب، حتى لو ده بيأثر على قوانين الدولة. يعني ما في الدولة بتقول ما ينفعش تسوق وانت وشك متغطي مثلا، لا دي حريتي مش مهم، حريتي انا قدام النقاب. الازهر كان زعلان قوي من هولندا، من ايطاليا، من اي بلد، من فرنسا وهكذا. وبعدين لما حصل انه في كندا رئيس الوزراء في كندا منع الناس ان هم يعترضوا على النقاب، وقال ان كل واحده تلبس اللي هم اللي هي عايزاه، فرحوا بقى بيه قوي وبقوا فرحانين واشادوا بيه وموقفه بقى انساني قوي. اوكي. في الثوره في نفس الوقت يعني في مواقف متضاربة. في الثورة الأزهر وافق على منع النقاب علشان يتماشى مع السياسات الحكومية. ودلوقتي بقى في النهاية عايزين يقولوا إيه؟ إنه الأزهر أخذ موقف صامت من منع النقاب في المدارس. الشيخ الطيب قال كده، ده بقى الموقف الحالي للأزهر، قال كده في 2022 إن النقاب ليس فرض ولا سنة ولا مندوب ولا مستحب أو منبوذ أو مستحب، بل هو مباح وليس عليه ثواب ولا عقاب وليس أمر شرعي، بل هو من الزينة زيه زي الخاتم. وأضاف إن هو أمر في دائرة المباح للمرأة أن تلبسه وللمرأة أن تخلعه حسب ظروفها، ولكن اللي تلبسه لا تقول أنا ألبسه شرعا، هذا هو الفرق، واللي تخلعه لا تقول أنا أخلعه لأن الشرع أن أخلع النقاب. حادي بادي، كان زمان يقولوا حادي بادي كرومب زبادي، روح أنت بقى إيه اختار اللي أنت عايزه. ده مش موقف، ده مش موقف، وده الموقف ده مش بيتماشى مع مثلا موقف عبد الله رشدي المتحدث باسم الأزهر بتاع الأزهر قادم، مش كده؟ لا، في فرق بين السياسة
والدين. الأزهر يتبع سياسة الدولة أينما كان، فهي دي بقى الصرح الديني بتاعكم، يتبع سياسة الدولة حتى لو ده غير في الدين. عشان كده السلفيين ما بيحبوه، ما لا يقبلوه، والإخوان لا يقبلوه. على الأقل دول بيقولوا الحقيقة، لكن الأزهر بيماين. أوكي، خلينا نشوف بعد كده. أعتقد يعني مش هيكون عندي وقت للباقي، لكن خليني أشوف الفيديو اللي جاي ده. شوف الفيديو للمنقبات دول، تابعوا كده بالراحة للآخر. أنا الحقيقة ما كنتش فاهم هم بيعملوا إيه، هم جايبين لها حاجة ملفوفة هتفقع البالونات، وطبعا كلهم واخدين الدبابيس من شعرهم، يعني مش جايبين لها دبوس ليه؟ ما عرفش. وفي أغاني وموسيقى، وواحدة ست بتغني، وفي رجالة هم موجودين، وحفلة كبيرة. أوكي، وبعدين في الآخر هتلاقي إيه؟ غالبا صورتها هي ووالدتها. أوكي، طبعا الإخوة بيسألوني هو البالونات مالها؟ معرفش بصراحة، يعني البالونات دي اختراع. بس شوفوا بقى تعليقات الناس. اولا يعني معلش يعني سامحوني، ايه الفايده؟ طب ما انت ما تخلي عندك في اوضتك لوحدك في درج الكومودين وصوره لمامتك، بلاش يعني. ايه الفايده انه يبقى صورتك انت وامك وانتوا الاثنين منقبات، لا دي معروفه يمين ولا دي معروفه يمين؟ ايه الفايده؟ بتضحكوا على مين؟ مش ده برضو التصوير بدعه؟ لابسه مش لابسه، والموسيقى والاغاني والكلام ده كله. شوفوا بقى التعليقات. اللي حاطط الفيديو يقول لك انت اكبرتني على الضحك وانا ضرسي بيوجعني. هي حاجات تضحك، لكن واقعيا انا اسفه يعني ده يعني يعني مش غير مقبول، لا انسانيا ولا فكريا ولا اي حاجه. الناس بتعلق، انتوا بتضحكوا على نفسكوا؟ اه طبعا بنضحك على نفسنا، اه طبعا. لما نكون يعني لا انا قادر، ما بقاش يعني بعمل الحفلات زي ما الكل بيعملها، ولا انا قادر ما اعملش حفلات. يعني ايه الهديه اللي انت واخداها بصوره امك بالنقاب عشان تفتكري ايه؟ يعني لا هو مقبول ولا مفهوم. الناس بقى ده تخلف الديانات، الأديان السماوية مش عارف ايه. لا ده مش تخلف الأديان السماوية، ده تخلف الفكر الإسلامي ومنظوره للمرأة، انه يرى الست انها شيء يجب ان يحجب. لانه مهما حاولنا نقول، انت ترى انها مسؤوله عن خطاياك. عبد الله رشدي بيقولها في كل حته، انا بزهق ما بقعد اقول اسمه، بس معلش يعني كلكم بتقولوها، كل شيوخ بيقولوها، انت تحملي جزء من الذنب فعشان كده تضغطي. حتى لو شاف وشك برضو انت تحملي جزء من الذنب. من الشيوخ القدام الى اليوم هي نفس الفكره. اوكي، واحدة بتقول لهم انا ضيعت 31 ثانية من عمري. It's true. لكن للأسف ان التعليق ده قد ما هو كوميدي، الا انه بيخليني اشوف انه الناس دي اللي بتعمل ده عمرها ضايع، وجهدها ضايع، وألامها كتيرة، ومش عارفين يعني لا هم عارفين يبقوا في الحياة ولا مش في الحياة للأسف. ادي المفاجأة للعروسة،
وادي تعليقات الناس، الناس لا تقبل ده. ما بقى يعني بصوا الامر بقى ماسخ. يعني الفرق بين الدين اللي انتوا بتتبعوه ده والمنظومة اللي بتسميكم عامة وعوام وجهلاء وتسمي الليبرالية والديمقراطية بدعة وضلالة، وتسمي الاستنارة في التفكير والفكر الحر أو محاولات فهم شيء بدعة وضلالة برضو. لا، الفرق بقى بين ده الدين والمنظومة دي اللي بتقولوا عليكم انتوا العامة العوام، وبين الرب يسوع المسيح اللي هو الطريق والحق والحياة، اللي بيقول عليك وعليا اننا خاصته وابنائه وشركاء في المجد، اللي احنا بننتظره فرحين مش مرتعبين، اللي بيعينك وبيعيني في كل ضيق، اللي بيقول لنا الكتاب كده بيعلمنا انه استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، في كل تعبك، في كل ضعفك، في وقت خطيتك، في وقت زنقتك، في وقت احتياجك، نعم نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا. اللي انا النهارده بشكره جدا من اجل كل عقل استنار وكل روح اتحررت من ظلام وظلامية الإسلام وقيوده الشيطانية. الله النهاردة عايز يعرفك ان انت لا انت جاهل ولا انت من العوام ولا انت قاصر ولا انت قاصرة التفكير. لا، عندما يدعوك الله خاصته أبناؤه، عندما يمد الله لك يد المعونة ويقول لك يا ابني ويا بنتي انا عارف انك عايش في ظل من تظن انه اله، لكن انا النهاردة بقول لك انا عندي ليك فرصة للخلاص، للفداء، للحرية، لمعرفة الحق، وانه التفكير والاستنارة من عند الله اللي بيدعوك للنور من عنده. هو بيفتح لك الباب. لكل اللي بيشاهدني الان، اعرف انك دلوقتي أمامك فرصة إنك تفتح عقلك عشان تفهم، وتفتح قلبك عشان تعرف الله. وأنا بشكر الرب من أجلكم جميعا، بصلي إنه اليوم مرة تانية بنصلي من أهل المغرب وليبيا، بنصلي من أجل كل قلب مجروح وكل عيلة فقدت حبيب وقريب وغالي عليها. رب من فضلك عوض ألمهم وتعبهم في اسم يسوع. يا رب كن أنت المعونة في الوسط يا رب. النهاردة رب تراءى للجميع، وكون أنت سبب الخلاص، وكون أنت النور اللي في وسطهم من أجل اسمك يا رب، من أجل محبتك لهؤلاء في اسم يسوع أصلي. آمين. بشكركم وإلى اللقاء في العلاقات القادمة.